مش معقول من يجرى يقول هذا مش معقول في يوم الجمعة وعيد الأضحى العيد الكبير في يوم الوقفة على عرفة يعد الغسيل في يوم الجمعة وعيد الأضحى العيد الكبير في يوم الوقفة على عرفة يعد الغسيل هذه العراق الجديدة ديمقراطية الفريدة هذه العراق الجديدة ديمقراطية الفريدة هذا التصالح بين الإخوة وهذا الوفاق يبدأ بالجثث المحروقة وقطع الأعناق هذا التصالح بين الإخوة وهذا الوفاق يبدأ بالجثث المحروقة وقطع الأعناق بفرق الموت الرهيبة سمعت بغريب العجيبة بفرق الموت الرهيبة سمعت بغريب العجيبة بين سنة وشيعة يتوسط لإمام الليل هذه العراق الجديدة ديمقراطية الفريدة في يوم الوقفة على عرفة يعدم لسيه قال لهم جاري الخلاص وطه وياسين قالوا لا ايدك على المصحف واقسم يمين قال لهم نقسم على المصحف انكم خاينين قالوا لا تحلم والباين عندك حنين قال لهم صار البغداد وقانا وجنين قالوا لك نادي بالوحدة وحدودك وين قال لهم تبدأ بمراكش حتى البحرين قالوا لا وين القومية والقوميين قال لهم للوطن العربي هي الشرايين قالوا لا تدرب وتمول في الفدائيين قال لهم والله اللي في فلسطين قالوا لي ذاتك بتصرخ وين الملايين قال لهم بكرة لي قبر بيجوا زايرين قالوا لا برا خرجنا المحاميين قال لهم أنا محامي صدام حسين قالوا لولادك قتلنا ماتوا الاثنين قال النشامة سموهم بالرافدين قالوا لا بنتك تستقبل في العزايين قال لهم رغدة ما تنزل دمع من عين قالوا لا جوزتك ما حضرت يوم التأمين قال لهم ساجدة للعالي وتعرفني زين قالوا حفيدك قاومنا ما بشيلين بدأ يتبسم قال لهم جاري حطين قالوا للقادة بعدامك كل مبسوطين لحد قال لهم هو هذا السر الدفين مين يا جرى يقول هذا مش معقول هذا مش معقول
تراجع طرح السؤال. كل العراق بيتحول دجل وانفاق، ليش المراجع ما تراجع طرح السؤال؟ كيف العراق بيتحول دجل وانفاق؟ بصمات أمريكا موجودة في العمة البيضاء والسودة، بصمات أمريكا موجودة في العمة البيضاء والسودة. في روب الكردي موعدل ولا واسع بال، في جلسة وقاعة أمنها جيش الاحتلال. في جبة كردي موعدل ولا واسع بال، في جلسة وقاعة أمنها جيش الاحتلال. دستور بريمر ودنابة في قادة جوع الدبابة، دستور بريمر ودنابة في قادة جوع الدبابة. في جيش بيرقص فوق جثة معدومة سير، هادي العراق الجديدة ديمقراطية الفريدة. من سنة وشيعة يتوسط لإمام بليل، في يوم الوقفة على عرفة يعدم لسير. في قصرك والعرش انهار، قال لهم قصري في الجنة بين الأبرار. قالوا لرجالك مطبوع على ورق قمار، قال لهم شعب المقاوم كلها ثوار. قالوا لصورتك شلناها من عدينا، قلب الأحرار. قالوا لا شلة تمثالك في لحظة طار، قال لهم حط في بنغازي جنب المختار. قالوا لا تسعى بشتملك أسلحة الدمار، قال لهم والله لو عندي ما هذا صار. قالوا لو صلى لعنقك ما بالنثار، قال لهم عارف شو زاير زيدوا العيار. قالوا لا موتك مؤكد ليش الإصرار، قال لهم هذا شعار نموت ولا العار. قالوا لعدامك ما ينقل سر من الأسرار، قال لهم بثوا مباشر عبر الأقمار. قالوا لأخبارك معروضة على المستشار، قال لهم حتى ونا ميت نصنع الأطفال. مين يجرى يقول هذا مش معقول، هذا مش معقول. الحقيقة اللي تشرف عبر النقال، قالوا لا غادر كلاجي وارحل في الحال، قال لهم عيب يقولوها وهذا ما مازال. قالوا لا غادر كلاجي وارحل في الحال، قال لهم عيب يقولوها هذا ما مازال. قالوا للرجلة ما تنفع مرة تهبال، قال لهم هل هناليها هاتوا لحبال. قالوا للحبال
صنطك ما يجيب أمان. قال لهم خلى يجيه يوم يجيبوه رجال. هادي العراق الجديدة ديمقراطية الفريدة، هذا التصالح بالإخوة وهذا الوطن، يبدأ بالجثث المحروقة وقطع الأعناق، بفرق الموت الرهيبة سمعت بغريب العجيبة، بين سنة وشيعة يتوسط لإمام الليل. هادي العراق الجديدة الديمقراطية الفريدة، في جيش بيرقص فوق جثة معدومة سيل. هادي العراق الجديدة الديمقراطية الفريدة، في يوم الوقفة على عرفة يعدم لسيل. من يجرى يقول هذا مش معقول، من يجرى يقول هذا مش معقول، هذا مش معقول.